السكينة ديال سيدي قاسم. نعم. أول حاجة تنشكر السيد الأمين وتنشكر السيد الباشا و والسلطات كاملة اللي دارت واحد المجهود ديالها الجبار. احنا حضرنا كل شيء في المستشفى ديال سيدي قاسم. تصوروا معايا عامل سيدي قاسم الجمعة وجا وتيشوف الناس وتيعطي التعليمات ديالو وما خلى ما دار. احنا ما غاشليش النار احنا تنقولوا. والسلطات كاملة راه تحركات. قضية كيفاش احنا منين جينا بقاو فينا دوك الناس. وتعاملنا معاهم اللي حنا جيران. اللي سمعنا بان هاد التلاميذ هادو تيقول لك شربنا شي حاجه ديال الماء، تيقول لك شربنا الماء من المدرسه. وحدين اخرين عاوتاني تيقول لك لا حنا ما شربنا لا ما لا والو. حنا ما خصنيش نقول هاد الهضره هادي. الحياه علاش ما خصنيش نقولها؟ بقاش ما عنديش واحد الفكره. ما يقنش من ديك الكلام اللي قال ديك البنت. حنا اللي عارفين وباش تاكدنا هي منين دخلوهم للسبيطار مستشفى ديال المدينه سيدي قاسم وداروا لهم تصاور وداروا لهم هادي ولقاو شي ناس بحال مخيوصين شي حاجه ولا تسموم. شي تيقول ماشي تسموم شي كله وشو تيقول. تقريبا راه وصلوا دابا 75 واحد اللي جات من النواحي ديال الدار القداري الباديه. الدكتور والمدير ديال المستشفى ديال مدينه سيدي قاسم دار المجهود ديالو وسهر على هاد الواقعة اللي وقعت. وتنطلبوا منه الله يزيد في الخير ديالو. تسمع من التلاميذ وتسمع من الابوات ديالهم والامهات ديالهم واخا كانوا تيبكيو. مشيت لعندهم وسولتهم قلت لهم عطاونا شنو وقع بحال هكا. سولت انا شي اطفال هكا قال لك حنا شربنا الماء ولاني على ما اكتشفنا حنا على ما اكتشفنا باش السلطات والاطباء والمدير ديال مستشفى مدينه سيدي قاسم خصنا نعطيو هذه المعلومه. هاد الناس ماشي تعادوا من السم ولا شي حاجه مهمشه. هاد الناس تعادوا من الماء. الماء كان سخون، الماء كان سخون طايب هو اللي عطاهم داك الحريق في الكرش ديالهم. ما كاين لا ماده مسمومه لا حتى شي حاجه. انا شديت السيده وهضرت معها تكلمت انا وياها قالت لي اخويا انا راه شفت هذاك الماء ملي كان سخون. قلت للبنات بلا ما تشربوا كلشي بقى تيشرب من داك الماء. هذاك الماء هو اللي دار لنا هاد الوجع هذا. وتنطلبوا من الله تعالى ما تكون حتى شي حاجه في هاد الناس. وتنطلبوا من السلطات المحليه والاداريه وكلشي الا كاين شي يبرات يدقوهم ليهم ضد هاد الشيء هذا ضد هاد الفيروسات ضد هاد. وتنطلبوا من الله تعالى الله يهز عليهم هاد الضرر هادو. التلاميذ الان في هاد اللحظات كيخرجوا بعد التلاميذ اللي بقى منهم اللي خارجين في هذه اللحظه. نتوما نحاول نتوجهوا مباشره. هذه هما الاخر بعد الحالات اللي بقات. نعم كما كتشاهدوا معنا متابعين احنا الان امام مستشفى. ما غاديش نصور لكم بنيتي. كيتواجد معنا الان هذا مباشره كيتواجد معنا حتى واحد اليوتيوبر اللي معروف سي محمد. مرحبا بك سي. كنشوفك كنتواجد هنا اليوم سيدي قاسم وتمن سيدي يحيى. بغينا نعرفوا منك شنو واقع. نعم تحيه لك وتحيه لقناه شوف تي في. في اطار المواكبه ديال جميع يعني الحالات اللي كيوقعوا في يعني في داخل البلاد احنا كنتواجدوا الان بالمستشفى الاقليمي كما تشوف المركز الاستشفائي الاقليمي سيدي قاسم اللي الحاله اخر الحالات كما تشوفوا اللي خرجوا الان ديال الفتيات تقريبا في الطوموبيله ديال الامبولانس فيها تقريبا 15 حاله. نعم الحاله ديالهم يعني بعد اعطائهم يعني الحاله الاستعجاليه يعني والدواء اعطاهم يعني بعض الدواء واعطاهم بعض يعني الابر اللي تمكنوا من خلالها انهم يسترجعوا القوه ديالهم ويسترجعوا الطاقه ديالهم بعد الفقدان ديالها بعد اصابتهم ربما بحالة تسمم. يعني حاليا بقى ما تعطاش تقارير رسمية على السبب الحقيقي ديال الفاجعة. كما أشرت أنه حوالي 100 مصاب بمنطقة دار القداري. 100 مصاب كلهم فتيات كلهم كيقراو في المستوى الإعدادي. تصابوا بحالة هستيرية اللي شكلت واحد نوع من يعني من الرعب بمنطقة دار القداري. ولكن تم النقل ديالهم على وجه السرعه
كنشكروا السلطات المحليه اللي قامت بالمجهود ديالها نقلتهم على وجه السرعه سواء بالمستشفى الاقليمي ديال مدينه سيدي قاسم او لا بالمستشفى الاقليمي ديال مدينه القنيطره لا حسب تصريحات ديال السكان ديال المنطقه ديال دار قداري التصريحات اللي دلاو لينا بها انهم تم يعني قسمهم الى شطرين الشطر الاول توجه مباشره نظرا لعدد الكبير ديال المصابين النص يعني توجه الى مدينه القنيطره والنص النصف الاخر يعني توجه الى مدينه سيدي قاسم من اجل اخذ يعني الاستعجالات الاوليه والاسعافات الاوليه باش ترجع لهم الحاله الطبيعيه ديالهم. الحمد لله كما شفنا ان باقى عندهم واحد التاثيرات جانبيه ولكن بداوا يرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم. الحمد لله الحمد لله. الخمسة ونص اخر يعني من هادو اللي خرجتيهم دابا خرجوا اخر يعني الحالات اللي خرجوا اللي توجهوا دابا حاليا توجهوا عبر سياره الاسعاف مباشره الى منطقه دار قداري. ان شاء الله احنا غادي نتوجهوا الى عين المكان الى منطقه دار قداري في اطار مواكبه وحنا دائما كيف ما عهدنا الشعب المغربي اننا معكم حاضرين دائما في اي حاله غادي تلقاونا في جميع التراب الوطني. اخر رساله كنوجهها للمسؤولين انه تفتح يعني واحد البحث في اسباب هذه الفاجعه اللي حاليا في العلم ديال الشعب المغربي كامل. كنتمنوا ان المسؤولين يقوموا ببحث في هذه الفاجعه اللي صابت منطقه دار قداري. وكنوجه انا توفالي محمد من مدينه سيدي حي الغرب وكنوجه الحراره ديال يعني ديال المؤازره الى الاسر المكلومه بمصاب ديالها اللي هو الاصابه ديال الابناء ديالها بحاله السموم.